سليمة مدام. يسلمك بنتي. لاباس؟ لاباس بنتي لاباس. قد منا روحك؟ مواطنة 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 عادية. بذي. وبيك عايشك عايش بنتي. انتي تحب تحكي على الوضع الحالي في تونس؟ اي نحب نحكي على الوضع الحالي اللي هو في تونس. اول بدايه باش نحكي على افريقيا جنوب الصحراء. الافارقه. الافارقه. باهي نحن نقولوا للافارقه هذوما ونقولوا للمسؤولين نتاع تونس. معنا الوزراء نتاع تونس والرئيس نتاع تونس. رانا نحن ماناش بلاد اثريه. نحن بلاد معنا تونس متوسطه. فهمتي؟ تونس متوسطة، معنا ماشي بلاد غنية غنية، فهمتي؟ وما الحمد لله والشكر لله، فهمتي؟ وجاتنا ألف حاجة في حاجة في حاجة في حاجة بنتي، ولما كنتي فهمتي الحمد لله ربي وقف معانا، وصلاح وقفت معانا، أما تبقينا الفارقة هذوما كي دازين على تونس دازين على تونس، نحن شو باش نخدموهم؟ نحن ولادنا بطالة. نحن ولادنا بطاله، نحن معلمين مدرسين، ناس ماخذه دبلومات، الناس عندها فهمتي شكون يعرف عليها، خسرت على ولادها ما خسرت، وقاعدين بطاله بنتي، فهمتي؟ كي دزوا علينا هما من غادي، باش نعملوا بيهم نحن ذوما؟ شو باش نعملوا بيهم؟ فهمتي؟ دخلوا لتونس، معنا على اساس فهمت باش يحرقوا، يخدموا لو يلمدوا في 6 و7 ملايين و8 ملايين، يحرقوا بها في البحر ويموتوا في البحر، علاش؟ ما وشدوا بلادهم، بلادهم أولى بيهم، فهمتي يا بنتي؟ ولادهم أولى بيهم، فهمتيني تو كيفاش؟ علاش بلادهم أولى بيهم؟ هما أغنى منا نحنا، هما أغنى منا نحنا، هما عندهم غاديك فهمتي؟ عندهم الذهب، عندهم الفضة، عندهم جبل لاباس عليه، راهم لاباس عليهم الفارقة راهم، فهمتي؟ شنو الدول الكبيرة شدت لهم الدردارين نتاعهم. ما يمشوا يخاسموا في بلادهم يقعدوا في بلادهم فهمتي يعملوا حل في بلادهم علاش بنتي دازين للدرجه ذي دي نحن بيدنا يعلم بينا ربي نحن ولادنا بطاله ولادنا فهمتي بناتنا بطاله متخرجين علاش يعملوا هكا فهمتي بنتي هذا ما نقول بنتي انا معنا نطلب من الرئيس والوزراء يتحركوا للبلاد لو تطلع من الموضوع معناها اللي تحب تحكي فيه على الافارقه، لكن زاد قلت لي نحب نحكي على الوضع نتاع تونس. الوضع نتاع تونس، فهمت؟ نطلب من لا اله الا الله محمد رسول الله مسؤول فهمتي؟ مسؤول او تبدا فهمتي بلديه تونس الكبيره، بلديه تونس الكبيره ولا المسؤولين على تونس. يشوفوا الحاله اللي في تونس، يشوفوا البحر كيفاش بوباله تاع الزمله ما ثماش، بوباله بحر المنقاله تاع الواحد ما ثماش، مكسره، الدنيا كلها حشيش، وين النوار؟ وين النوار؟ شجره معوجه، شوف فيها الشجره كيفاش معوجه بكلها، فهمتي هذا جر كان، هذا في عهد بورقيبه، هذا البحر هذا يتغسل 11 تاع الليل بالماء السخون وبالماكينات، ونحن وقت عانوا في الميزيريا، خلتها لنا فرنسا. فهمتي؟ وتخرج رجال جماعة البلدية، جماعة البلدية الليل اللي هما فهمتي يغسلوه بالماء السخون، بالماكينات هذا يتغسل، ما تلقيش بوته تاع دخان، اليوم اخذي منين تمشي تلقي لبانت، منين تمشي تلقي الزبلة مطيشة، ويني؟ ما الدولة تخلص فيهم، بلدية رئيس بلدية تونس ايش قاعد يعمل؟ الوالي ايش قاعد يعمل؟ ما هو يتحرك، الوالي يتحرك لتونس. فهمت المظاهر تونس انت كي يجيك سايح جي سايح فهمت كي يجي سايح ولدي فهمني كي يجيك سايح ومنين يتعدى ما هو يتعدى من هنا ولا ليه ها العود يمشي في الزنق ما غادي الزنا مننا بالزبله يتحركوا يشوفوا النوار اللي مات يشوفوا البوبلات تاع الزبله اللي ما ثماش بنتي فهمتي يتحركوا شوفوا حل في بلادنا يشوفوا حل السايح كي يجي راه ما تقولوا تفرحوش بالسياح ما يفرحوش ياسر بالسياح السناجت برشا وشكون يعرف ما نفرحوش معناها حاجه مؤشر ايجابي فهمني مؤشر ايجابي صحيح اما لما كنت يلزمنا نظافه عايشك السايح كي يجي لبلادنا ويلقى بلادنا مسخه فهمتي لكن جا سنين عام الجاي ما يجيكش صحيح ولا لا؟ لازم تحب تقول انه لازم وجه تونس يكون منور منور يا بنتي منور يلزم نوار يلزم فهمتي الجر يتقد يلزم بوبالات تاع الزبله مكسره بحضر المقيره هايك غاديكا فهمتي حاله مكربه عليه بلادنا وصلت لدرجه ذي وهما قاعدين شادين الكراسي
الزنق تاع باب بحر ويشوفوا شو ثم، يشوفوا شنو اللي ثم. عليه هكا عليه؟ تو انت قاعد شاد برويك وتبعث عاون نتاع بلديه يمشي يدور، فهمت؟ وهما هما عطاكش الرسمي ها؟ هاو دار دار ورجع لك عاون البلديه، ما قالكش راهي البوبالات مكسره، ما قالكش راهي الحواض ما فيهمش نوار، ما قالكش راهي راهي الجاره ذي معوجه. عليه؟ هذا وضعنا في تونس. علاش هكا؟ علاش يخلوا العباد تهرب منا؟ اللي نحن في كيما نقولوا فيها في ربع المزيريه، في نص المزيريه، يعلم بينا ربي. وكيجينا سايح فهمتي ويدخل العاصمه وما يلقاش حد شيء، فهمتي شنو معناه هذايا؟ شو معناه بنتي؟ فهمتي؟ يلزموا على قليله رئيس رئيس البلديه اللي حطوه جديد يلزموا يتحرك، الوالي يلزموا يتحرك، المسؤولين اللي قاعدين شادين الكراسي يلزمهم يطلعوا يطلعوا يشوفوا البلاد، يشوفوا الدنيا بنتي، يشوفوا العالم كيفاش قاعد يمشي ويجي، يتحركوا بنتي. مثلا لو كان انت تحكي على الوضعيه قبل كيفاش كانت حتى من ناحيه البيئه والنظافه معناها. البيئه كانت نظيفه. في وقت بن علي البيئه نظيفه. فهمتي؟ والعباد لاباس عليهم صحيح. اما شنو؟ قصفونا قصفونا، جتنا ضربه. جتنا ضربه ما نعلموش عليها كيفاش جتنا. نحن وقت اللي عملنا ثوره عملناها على الثوره على الخبز. فهمتي؟ على نقص في البطاله، عندنا ناس بطالين. ما عملناهاش على العباد، جتنا من كل بقعه ودخلت لنا تحت هالسمس. وصبحوا هما فهمتي اصحاب السلطه. فهمتي؟ سبحوا هما اصحاب السلطه ونحن خرجنا من تونس. فهمتي بنتي؟ هذا اش خلى تونس راه تحت في العوامه ذي راهي تونس. اما هي راهي تونس برجالها. وكان يتقعدوا من فوق الكراسي ويعملوا دوره في العالم نجمع يعملوا دوره في تونس، تو ترجع تونس باذن الله. تقول انه لازم فما شكون يقف وقفه صحيحه. لازمهم يقفوا يد يد. يجب يقفوا مع بعضهم. انت شويه وانا شويه وذاك شويه وذاك شويه باذن الله تتنقذ تونس. رئيس قاعد يفرفط وحده راه. رئيس قاعد يفرفط وحده. فهمتي بنتي؟ كلمة الختام مدام شنو تحب تقول؟ اش نقول؟ انا نقول لك نقول للرئيس وللمسؤولين اللي شادين الكراسي يطلعوا يدوروا في تونس. يطلعوا يشوفوا الوضع اللي المزري اللي هو قاعد صاير في تونس. الحمد لله رانا احنا ما نشكوش من الشر. الشر ما نشكوش منه لاباس. انا واحده من الناس 150 دينار تعديني شهرين الحمد لله. فهمتي؟ اما نحن وقت نهبط انا لتونس نقعد بالسته شهور وبالعام بالعامين ونهبط نلقى بوبالات مكسره ونلقى حواض ما غير نوار ونلقى حاله فهمتي ماهيش مش معقوله ذي. ماهوش معقول بنتي. فهمتي؟ انا نسلم على الرئيس سلم على الرئيس برشا 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 قايد السعيد ونقول له فهمت زيد واصل 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 قول له واصل فهمت.